حياكم الله وبياكم ومسيكم بالخير. هذه قصة جميلة وحلوة فيها معاني كثيرة. هذولا ثلاثة شباب يشتغلون في بيع المعدات وشرائها وتأجيرها. سمعون في مزاد في المنطقة الشرقية وقالوا نبي نروح نحضرهم نشوفه. وتواعدوا أظن عقب صلاة الفجر ومشوا يم المنطقة الشرقية يم المزاد. حسب علمي كان يبدأ عقب صلاة العصر. الشاهد في الأمر جو حول المنطقة وقاموا يفرون يوم قالوا كذا. لا والله أن هاك الشاب من جالس تحت سيارة جيب وجالس يسوي قهوة. داروا عليه دورة ودورتين. لا والله قلت تفضلوا حياكم الله يا مرحبا القهوة القهوة. والله يعني من عمسين ودين بقهوة وشافوا يشتغلوا هذا وقهوته حول ما تجهز. وش رايكم وش في شاب ما شاء الله حاط من شماغه على كتفه يا مرحبا ويا مسهلا حياكم الله القهوة القهوة تقلطوا عنده. وقام يقهويهم طلع من اهل القصيمة اهل بريده مثل ما قلت لكم حاط شماغه على كتفه ورجال مو بهين يشيل ويحط ويرحب وهذا قهوهم وسولف وياهم والى اخره. يوم جاء قبل وقت المزاد بشوي قام واحد منهم وطلع 500 ريال واعطاه اياه. يوم اعطاه اياه خذها بحبه وحطها في مخباته ودخلوا المزاد. دخلوا المزاد وقاموا يزاودون الولد اللي من زاود ما يزاود الا 100,000 وهم ما يزاودون الا بخمسه وعشره. قاموا يناظرون في بعض شرب المليون الاول والمليون الثاني والثالث. قام واحد منهم قال شوف لي انا اشوفه. قالوا اي والله نشوفه. راح له وقال له يطقه بكوعه. قال خير خير ان شاء الله وش تبي؟ قال عطنا 500 الله لا يهينك رجع. قام ورجع قال سم. قال للولد ترى ان شاء الله لما نخلص المزاد نبي نروح نتعشى. قال خير ان شاء الله. خلص المزاد وراحوا وتعشى مع بعض. يوم ناظر الله ان الرجال تاجر ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله. هو شخص معروف لكنه متواضع وبسيط وسهل وهين. طبخ لهم وقهوهم وعشاهم إيه وضبط لهم هكا المضغوط اللي أنا بيقوله. أحياناً ترى بعض الناس يشوفون هالناس ويزهدون فيه ويكون كريم ويكون غني ويكون لكن ما يحب رزة العمر ولا يحب شوفة النفس ولا هم يحزنوا. هذه تراها يعني موجودة أصلاً في العرب في عربان الواجد من قديم. بعض الناس إلى منه خذ قرض من البنك وبقال البنك 3 ولا 3 و200 وعطاه 70 ولا 75 صار يشوف عمره على ربعه وما يكلمهم إلا مع خشمه. قال تكفى يا سيمان راجعي. النوعية دي ضروري ضروري جدا. ترى سيمان راجعي قمة في التواضع ما في ذلك شك معروف. لكن نقول يعني شد دراهم اللي عندك دراهم سيمان راجعي. شاهد في الأمر النوعية من الناس اللي تشوف عمره بالقروض اللي ما أخذتها المفروض يأخذون دورة في القصيم تعلمون فنون التجارة. السلام عليكم.